رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وحنقد حجرنا كتابك روضة الأنوار أسيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، وحنو قسود بيسي قصدي عجائب تبضنيت إسرها إيا معراجك الرسولك إنت لا إسريي كذب هدنا معراج لغو سميي وحو آذي دنك ملأ ذا الصري سماواتك الله فوري سترة المنتهى بودافي ربي أيو قابلي صلاة دالو سوديبي وأوصو نقضوي إنكيرين معجزين أذك بي مركان نقطي عرض الإسلام إسلام كبنديجيسي أيو باب ويهي أمال لغجل يا درسيين على القبائل قبيلوين كأو إسلام كأو بنديجي إيوال أفراد بي شخصيال أفراد بد كلي كلي إيا قبيلوين أو رسول كو إسلام كأو بنديجي كان وحاءها أما أي أهد من دأب الرسول الله رسول كعاددي صلى الله عليه وسلم منذ أمره الله لغا صوب الله ووقتي إلهي أو أمري بالجهر إنو لطواقو لجهر أو موجي بالدعوة دعوة أنه أصغ كان وحو أها يخرج مد أصبح في موسم الحج موسم كحج كأه أيوسو بحجري رسول صلى الله عليه وسلم موسم كحجك مد أصبح أيو أهائي وأيام أسواق العرب مالمها سوقوين كعربت أي مركا إسوقي ماذان أسواق ذا إي سوقوين أي سمين جيرونو سوق جوكتا أهان مركا أهين سيدا لو جوغ سوق دا لأبابوليا والسكو إمانيا طور مالموت أما طور وقت دا لجوغا كدبنا ويالغا بوريا سوريا ذاتنا الرسول كو أسو بحجري إلى أيام أسواق العرب إيا مالمها سوريا كعربتا إلى منازل القبائل قبيلوين كمالها أي دقيهم بو أسو بحجري فيدعوهم وحو أغير جري إلى الإسلام إسلام لمضى وأشهر أسواق العرب سوغيالك عربت كو اغو عنصنا في الجاهلية حلق جاهلق وأقربها اغد واشبطنا او أقربها اغد واشبطنا إلى مكة مكانا ثلاثة سدح بيئهاية سدح سوق أيا مركة اغد وا حلق جاهلق اغن عنصنا عكاظ سوق عكاظ ليرهد ومجنة سوق مجنة إيود المجاز سدح ذا سوق وعكاظ عكاظ قرية قرية أي أهي دقم أما تولو بين نخلة والطائف قد حيسا ما النخلة لقم غعابو إي طائف أي مركة قد حين جرتي كانوا يحي أهايان عربتو يقيمون كوك مغادة بها ماشا عكاظ بها السوق يقيمون كيوك أوغ بها ماشا السوق سوق حيك أوغ جرين من أول شهر ذي القعدة بشهر ذي القعدة لغم غعاب كوبيدا إلى 20 منه إلا طبنك مبقى ثم إنتاك بعد ينتقلون منها ويكسو قور جرين ووحي أسو وريج جرين إلى مجنة سوق مجنة لغم غعاب فيقيمون بها ويمدان جرى الناس ويحي كؤوب جرى السوق إلى نهاية إلا أي كطماط شهر ذي القعدة بشهر القعدة
labaatan bay halkaa ku soo qaateen tobanna halkan bay markaa joogi jireen oo tobanna meeshaan ayay markaa ku dhammaysanayeen wahiya meesha majanana mawduucun waa mawduuciyo meel oo fii waadi mari dahraan waadi lagu magacaabo mari dahraan asfala maka ee maka hoosteeda ku taala meeshaasuu ku yiilay asagana waamaa bilmajaas suuqa bilmajaas lagu magacaabo fahwa asaguna khalfa jabal carafa jabal carafa gadaashiisuu ku yiilay ay khalfa jabal raxma meesha jabal raxma dadku ay dhahaan waa jabal carafe gadaashiisuu ku yiilay wa kaanuu waxay ahaayeen yuqiimuuna kuwa ku nagaada hunaaka meesha assuuqa suuqay ka oogi jireen min awali dilxij ilaa laga bilaabo bisha dilxajkowdeeda bilowgeeda ila thaamin minhu ilaa sideed ka mid ah ilaa sideed oo yoomu tarwiyo ah uma yatafaraquuna kadibna waxay aadi jireen oo ay u faaruqi jireen liadaa'i manaasiki alxaji inay gutaan manaasigtii camaalaha xajka wa miman ataahum dadka waxaa ka mid ahaa wa miman ataahum dadkii uu u tegay rasuulallaahi sala allaahu calayhi wasalam waxaa ka mid ahaa oo wadacaahum uu ugu yeeray ila alislaami islaamnimada oo wacarada calayhim uu u bandhigay dushooda nafsahu nafsadiisa inay xataa ay qaataan oo ay u gargaaraan naftiisa xataa wuu u bandhigaayey bacdamaa reer maka ay diideen sababtuu ugu bandhigaa naftiisa maxay tahay liyu'wuuhu inay soo dumaan wayansuruuhu ay u gargaaraan dadka uu u bandhigay naftiisa islaamkana uu ugu yeeray waxaa ka mid ahaa banu caamir bin sacsacata qabiilka lagu magacaabo iyo wa banu maxaarib bin khasafa wa banu faraas iyo wa ghassaan iyo wa mura wa banu xaniifa wa banu sulayn wa banu cabs wa banu nadr wa banu lbakaa iyo wa kinda reer kinda wa kalbin baa ka mid ahaa qabiilka lagu magacaabo iyo wa banu lxaarif ibni kacab wa cidra iyo walxadaarama falam yastajib lahu mana aysan ajiibin ma aysan maqlin rasuulka minhum xaggooda axadun axad maqlay oo ajiibayna ma jirin hadalkiisa dibna way ka simaayeen walakin ikhtalafuu laakiin waxay ku kala duwanaayeen oo isku khilaafsanaayeen fii asaaliibi ruduudihim radidta ay soo radiyeen habkii ay u soo radiyeen asaaliibteeda iyo wadaday u mareen ayaa kala duwanaa laakiin xagga diidmada way ka sinaayeen fa minhum waxaa ka mid ahaa man cid oo radda calayhi nebiga soo celisay oo u jawaabtay raddan jamiilan raddin wanaagsan annagu kuma qaabili karno annagoo iska yarnahay dad waxaa jiray asluub fiican iyo raduud wanaagsan nebiga ku ridiyey wa minhum man baa ka mid ahaa ishtarada u shardiyey linafsii nafsadiisa an takuuna lahu inay u ahaato alri'aasatu madaxtinimada bacdow asaga gadaashiisa qolaa waxay dhaheen waayahay waa ku aqbalnay waa ku rumaynaynaa waa ku kaxaysanaynaa waa ku difaacaynaa balse haddii la guulaysto adi gadaashaa anaga madaxtinimada aan qabsano meeshaan madaxtinimo layskuma sheegaynin waxaa laysku sheegaayey qofka rumee inuu janno heli doono qolana saasay ahaayeen wa minhum man baa ka mid ahaa qaala yidhi usratuka qoyskaaga iyo wa cashiiratuka dadkaad ka dhalatay ayaa aclamu bika kaa kugu cilmi badan bacdamaa dadkaagii ay ku diiday yihiin ayagaa ku yaqaana oo markaa ku og bacdamaa ay ku diideen meelaa ku geynayma malaha qolana saasay markaa dhahayeen xayfu meel lam yattabicuuka ay ku raacin ay ku raaci waayeen dadkii aad ka dhalatay waa day ku diideen see ku raacaynaa annaga
ومنهم من ضاك مبأها رد عليه الرسول كجواب أعني ردا قبيحا رد قبيحة وحم صف الحم بدء الإديبي أي مركاجري وكان يحي أهايين بنو حنيفة غير بنو حنيفنا رهط كوحدي مسيلم وايه مسيلم الكذاب أقبحهم ردا كوي أقول جواب حمابي أهايين أنت جواب بحصة ونبي هذا الكوع لسي كل رد سا بك أقول رد حم أي مركا أهايين المؤمنون مؤمنين تي أو من غير أهل مكة غير مكان أهين لدو حاجر مؤمنين أهل رميي غير مكان عن أهين وقدر الله إله يوحو قدري أن يؤمن إن رميي رجال الرك أو من غير أهل مكة غير مكان أهين في زمن زمن كي إن رميي الذي زمن كاسو كانت أي أهيد الدعوة دعوذ تمر فيه متمرسة متمر متصعت فيه وقت بحديثة بأصعب مراحلها مراحلها أي صومرتين مدة أغص عبسا أغط بها تضبضا في مكة مكة قده هذا وقت غير مكة أي دعوة كصعتي حلي أغص عبسا أغط بك الضبنيت أي أهيت بطر ميني فكانوا وحي أهاي رقانا كجدوة أمل يبديل بحشيدة أضاءت افتنتي في ظلام اليأس قوس شمد جيدة أي كدح افتنتي معنى بحل دبعة أو جمراء أو افتنتي أمل معناها كجدوة أمل يبديل بحشيدة أما جدوة جيدة وقرأ قبله أضاءت قدح افتنتي في ظلام اليأس قوسش مدئة أما مد قوسشني إحني فمنهم وحاكمتها ضدكا ضدكا سي وحاكمتها كو سوي بن صامد منك اللغمة عابو كان يحي أها سوي شاعرا أدوان قبيال لبيبا عقل بابا ومن سكان يثربا غير مدينة ضدكا بجن كمتها يثرب ومقع هوري قول مدينة لخي يسمى يحال لهم قعاد جري بالكامل كامل بيضت كله جري لشرفه شرفتي سي وشعره شعر كي سدرتي يلقى أمان جري كامل لقوده جري أتى يوهم السوي مكة مكة يوهم حاجا أصدقوا حاجئا أو معتمرا أم عمرضانا أصدقوا حجر رأنا إنو عمرستو فدعاه رسول الله رسولك الله أبو عي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام إسلام من مضى فعرض أبا بذي هو أسدى على رسول الله رسولك بشيسة معناه فدعاه رسولك إلهي أي إسلامك أبو عي فعرض وأبا بذي هو سويدنا على رسول الله رسولك بشيسة وحو أبا بذي أشيدي حكمة لقمان لقمان حكمه كيسي لقمان حكمه يسير رسولك أبن إلي أسغان ونريد كتب الأخرين فعرض عليه سويد نوحي أبن إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن قرآنك مر الله لمرك قرآنك لجد الأخرين فأسلمه إسلامي سويد بن سامي وقال وحي إن هذا مكة محمد أخرين قول حسن من وقول حسن أهو ونكسن قال في عن أين أرسل ويجير قتلا والذي لسويد بن سامدنا في وقعة تعد يدغا تحمري بين الأوس والقصرج أي الذي دلي قبل يوم بعاف دغال كي بعاف ودغال تاريقي آه أو أوس الخطر تحمري في إنت اللقار كاللباب إياس بن معاذ أها كان إياس بن معاذ أها غلاما اللينار حدثا دائر ومن سكان يثرب يثرب ذاتك بجن أهوى مدينة قدم مكة مكة يصوغ لي في أوائل سنة كل يتبانات أي من النبوة نبي نمد بالوجيد في وفد بولس عدي وفد ومن الأوس رين أوس كانوا يحي أهايين يلتمسون كورابية الحلف قاشان بربي كرابينايين من قريش قريش إني أكل مستان على الخزرج غير قصد دقالك كوران
ninka iyas bin mu'ad aws buu ahaa reer aws dagaalkii khasraj kula jiraan bal inay ka gacan siiyaanay xilfi iyo gaashaan buur wadaag ay noqdaan quraysh yay maka u soo galeen fajaa'ahum rasuulullaahi rasuulkii alla ugu mid wadacaahum wuxuu ugu yeeray ila alislaami islaamnimada wataraa yaa akhriyay nebiga calayhim korkooda alqur'aan qur'aankii buu ku akhriyey faqaala iyaas iyaas wuxuu yidhi haadaa midkan wallaahi ilaahay baan ku dhaartay khayrun wuu ka khayr badan yahay mimaa ji'tum lahu waxaad u timideen midkan muxamed idinku dul akhriyey qur'aanka ah amase haadaa waxaa dhici karta inuu ula jeedo islaamnimada ayaa wallaahi khayrun ka khayr badan mimaa ji'tum lahu wixii aad u timideen faramaa wuu ku firdhiyey ama wuu ku tuuray abulxaysar ninka lagu magacaabo waa axadu acdaa'i lwafdi xibnihii wafdiga la socday mid ka miduu ahaaye turaaba badxaa badxa meesha lagu magacaabo carabeeda ayuu intuu soo qaatay wuxuu ku firdhiyey fii wajhi iyaas iyaas wejigiisa wa qaala wuxuu yidhi dacna canka naga tag buu yidhi dacna naddaa canka xaggaaga naga fuqo naga fogow laqad ji'naa waan u nimid ligayri haadaa waxaan ahayn waan islaamay iyo kanaa khayr badan warmiya waxaan ahayn baan u nimide naga fogow buu yidhi bilaqad ji'naa ligayri haada fasakata wuu iska aamusay walam yalbaf ma uusan baahin bacda rujuucihim markii ay u laabteen kadib ma uusan magaanin iyaas ilaa yadriba yadrib markay ku noqdeen waa maguuni an halaka inuu halaagsamo macnaa wuu dhintay wa kaana wuxuu ahaa iyaas yuhallilu mid towxiidsada wayukabbiru ilaahay weyneeya wayaxmadu ilaahay mahdiya wayusabbaxu tasbixsada cinda mowtihi geeridiisa agteeda markuu dhimanaay laa ilaaha ila allah wallaahu akbar alxamdu lilah subxaana allah buu markaa bahaayey saasuu markaa ahaa cinda mowtii walaa yashuku maysan ka shakinin qowmahu qoomkiisa annahu maata inuu dhintay iyaas musliman asagoo muslim ah islaamnimo inay ku dhintay ma aysan ka shakinin ninka saddexaad abuu dharin alghifaari buu ahaa ninka saddexaad ee reer maka aan u dhalanin haddana islaamay abiidar alghifaari buu ahaa balaqa waxaa soo gaaray ilayhi xaggiisa khabaru mabacafu nabi soo saaritaanka nebiga warkiisii baa soo gaaray sala allahu calayhi wasalam bisababi islaami suweyd bin saamit wa iyaas bin mucaad sababtii islaamkooduuna ku soo gaaray fa arsala wuu soo diray abiidarna akhaahu walaalkii ilaa makkata maxmaka tage ninkaa khabarkiisa ii keen buu yidhi anaa ciyaalka kuu fiirinaaye fadahaba wuu baxay warajaca wuuna soo laabtay abiidar walaalkii walam yashfihi mana uusan daaweynin ma shaafinin oo wixii uu qabay iyo wixii uu rabay in loo sheego wax fiican uma keenin fa kharaja wuu soo baxay abiidar binafsihi nafsadiisa xataa nazala ilaa uu degay bimakkata maka fi lmasjid alxaraami uu ka degay wa baqiya wuxuu ku baaqi ahaa fiihi xaramka dhexdiisa naxwa shahar bil wax u dhow ama lamid ah yashrabu asagoo cabaya maaa zamzala biyaha zamzamka ah cunto kale ma haysto wahuwa zamzamku طacaamuhu wa sharaabuhu cabitaankiisii cunitaankiisii buu ahaa walaa yas'alu ma uusan weydiinaynin can innabiyi nebiga sal allahu calayhi wasalam axadan qofna sababta uu u tegay waa inuu nebigu wax ka soo ogaado qofun su'aalaya ma jiro khawfan cabsi uu ka cabsanayo darteed calaa nafsii nafsadiisa qofka uu weydiinaayo ma shiicadii dadkii nebiga raacsanaaba macnaha dadkii asaga la jiro shiicadiisa ahaa mase waa cadowgiisa ma kala yaqaano taasaa kaligta inuu iska aamuso wax badan uma intaa ka bacd istatbacahu waxaa isoo raac yidhi caliyu radi allaahu canhu saddex maalmood asagoo cali maalmihii dambe gurigiisa geynahayay soo bax isoo raac buraan ku geeyey radi allaahu canhu xataa dakhala bihi ilaa uu la soo galay cala nabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam fa dalaba wuxuu ka codsaday minhu xaggiisa waa rasuulkii abiidar
أن يعرض عليه إن يؤذن إذا بشيس الإسلام إسلام نمر فعرضه عليه نبي غنى أبي ذر وأذن إليه فأسلم وإسلامي مكانه مثل ميشي سيبوك إسلامي أبو ذر. ثم كبعد جاء ويمد إلى المسجد الحرام مساجد كي حرمض لها أي يمد وقال يحوير أشهد وحنقر يا أن لا إله إلا الله وأشهد وحنقر قريا أن محمدا عبده ورسوله محمد ما أدون الله الرسول إلهي إنو يهي كلمة أي كذن أبدنا المشركين تنا هذا الكامجير فانقض وحا أصو بقاقي عليه كركي سو كسو حومي قريش قريش أوبان وضربوه ويقراعين ليموت سوء بنتو تمتان جيري جرسيسة أي مركا قراعين فانقذه وحكب الدابي كعلي العباس عباس منك اللي يرهده ورورنك وغفار انتظى ماشي الإنسى مرتنا وغفار بعث ذلك كالجوجية فلما مركي أصبح أول برستي الغد بربي لبابنا قال يحيري مثل ما قال يحي أجري بالأمس شري أوكالي وضربوه ويتمين هدنا مثل ما ضربوه بالأمس سيشل أجراء أوكالي وأنقذه العباس عباس بكب البادي كما أنقذه بالأمس سيشل أجري أوكالي ورجع ولطي أبو ذر إلى مساكن قومه تلك سمانه أي دقنايين ولد الطلاء إنه استلعته كون كي سمي سبب ولاده مركو أرك النبي محمد إنه بوليستينا إنه مركا أيماده مركا ورجعوا نقضي أبو ذر إلى مساكن قومه قوم كي سمانه أي دقنايين أو بني غفار أها فلما قرت هاجر النبي نبي بأوه جروبي إلى المدينة منين مركو أوه جروبينا هاجر إليها حق بمركة أهجروذي كان وانكي سدحات اي انرر مكاهن اي اسلامي افر طفيل بن عمر الدوسي طفيل بن عمر الدوسي بو اهاكي افرات كان يحو اها شاعرا ابوان اي قبيا لبيبا عاقل اهو عقل بضن رئيس قبيلته قبيلة سن الرئيس مضحبو اها قبيلة دوس هل دوس اها او في ناحية اليمن يمن دع الكذا يجيس كذا دجنا قدنا طفل وصوغ علي مكة سنذي كوئي طبنات من النبوة نبي نمضى فاستقبله وحاكه ارتقي اهل مكة وحذروه وحي كذبهين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن باجره بهان اسكجر محمد بالله رهدا وانك لجيجي انا قلت شرب ومذبح عبورا لرئيس جعل مرها وسحر هذا الكيسة وكاهن هذا الكيسة ومجنون هذا الكيسة سحر سحر مضبع اي اوكالة ذكا بيسا قبعنا وارتفايلة كالدكتونو اسلام مركي الباب كانك اوجل ايوغا ساسي كو عبسي جلية وحذروه من النبي نبي كجدي اي اي كجدي حتى حشا الا اوكوري وذنه دقيميسا القرص فصوف دقاها أيوسوف قشتي حين جاء مركو يميت إلى المسجد الحرام كيسئو لا يسمع منه وصل أغمق لن نبيه شيئا وحدا سئوصل وحدا أمق لن وكان يحو أها صلى الله عليه وسلم نبينا قائما متاغا يصلي تكني عند الكعبة كعبة التيبة فوقع وحو أحاك معي في أذنه بهي سوى طفيله منه الرسول كوحي أشيغ الحديثة يا شيء شيء كسو جاري فاستحسنه وناجستي أبو ألبعي فقام في نفسه نفسه سوح كيري إني أنه لبيب بان أحين عقل بضن وشاعر قبيانا وما يخفى مقرصون علي كركيه الحسن وحثيعا من القبيح وححن كمقرصون فما يمنعني محائي دي أن أسمع إلى دقيستون مغلوه من هذا الرجل من كان ما يقول حوشي ذاي وحئي ذكا لفا إيقين سوكو التوامحي هذا الأيضكا إيشيغين ويقضي عدين كلية من تسايليا بل ما إنت سوفك إسكبحي دقيستو كدبنا وحي في أن يوشيحن أن مركاك لأذاب أن أسمع
إن المعلم بجست من هذا الرجل منك ما يقول حشيجاي فإن كان هدويا وحشيجاي حسنا وحفي عنا قبلته أتقبشي وأن قاط وإن كان قبيحا هدويا وحنا تركته أدي سجتكت بنفسي سكير فلما انصرف النبي نبي مركو كذب من آذي إلى بيته برج سنة تبعه وراعي حتى دخل إلا أقل بيته قرقيسا وذكر طفل وحو أحصي نبي وغشيكي قصته قصريسا إيا وطلب منه وحو كلو كأصلي حجيسا أن يعرض إلي أبن عليه كركيسا أمره أرنتيسا أرنت هذا بل وحي تايش يري فعرض أبن إلي رسول كان عليه السلام عليه فعرض رسولك وأبن بغي عليه قفل بشي سأل إسلام إسلامك وتلاوي أخري عليه كركي سأل قرآن قرآنك بوك أخري فأسلم يوم إسلامي وشهد وحو قري شهادة الحق شهادة حق وكلمة التوحيد وقال وحو إني أنا رسولك الله مطاع كل مقلام أهي الله طاع في قوم قومكي من لغتن بيو تلكيس أي أمر كقاتان بان أهي وراجعهم وانا أم قنيا إليهم حقوبة وداعيهم وحام أغوعيا إلى الإسلام إسلام لماذا فدع الله إلهي إيتو أن يجعل لي آية إنه آية سمية وحكرامة أخو أي إغو قرطان إن هذا الكآن وطيهم هذا الوين فدعا له أدعي رسولك فلما مركي قرب أدوى بالطفيل من قومه قوم كيسي استنار وحا افتيمي وجهه وجه ليس مركي قوم كيسي أدوى بي وجه ليس افتين كصبحي سيد فينوس أوكالي كالمصباحي سيد فينوس أوكالي أيو افتيمي فدع الله إله بوتو طفيل أن يجعله إنه على مدى أغيره في غير وجهه من وجه ساهين ويحو كبقي هدو هدي وجه افتيمه إنه يقهام إنه ذاتك وقال وضد وحبا أن أبيين منه ومعجز إليه وعقاب وح وجه سأفي مستلى الله لعضه واسمانتا أكتغي سائنا يقهام أي مركا كبقي إلهي أيوتو غي أن يجعله إنه يلا على مضى في غير وجهه نال وجه ساهي فتحول وحوئوري غي النور افتينكي إلى صوته جيد الكيسي كرباش كيشي نيجي أيوتي أيام تقانا افتيميها دانا فلما مركي دخل أقلي على قومه قوم كيسا دعاهم وحوئوري إلى الإسلام إسلام لمضى فأسلم وحا إسلامي أبيه آبيه وزوجته مكتيسة وابطاء القوم قوم كينا ويبدعين ويكبضاحين إنا إسلامان ويأبو أبأتكا قصد ويقاقابان فهي قفكي ماذا إذا لا يحوجي لي هذا الإسلامي ورسا يلبي بهاي مركا أبو أبأتكا مكتيسة آبيه كليا مركا إسلامي وابطاء وحا كباه كدب إسلامي ماذا القوم تلكي لكنه لكن لما هاجر إلى المدينة مركو مدينة أهجروبي بعد الحديبية كان معه وحامعي ساها 70 أو 80 أما 60 بيتا قوس ومن قومه قوم كيسا كمدأ كشنات بماذا الأزدي بوءها من الأزد الشؤونة قبيل كرير أزد الشؤونة من كبشي بوءها أو من اليمن يمن كمدأ كان من كان وحو أها وحو أها يرقي متفا من الجنون والجن والشياطين جن كأي جنون كأي الشياطين تتفي جري أصدقى البعام إسلام هاي أيا وحو تفي جري أي جنون كأفك والد قدعة قفك جن قدعة أي شياطين تقفك أصيب طبع فجاء ويمد مكة مكة أيمد فصنع وحو مغلي سفهاءها ما نقاب يالكيذا معنى وحل الجرى مشركين إلا إذا من قاب يأه يقولون أرنايا إن محمد محمد مجنون جنول وعي من كان جنك إفحوت فاهوة مركاسة وحو مغلي غير مكوش شكي سنة يبهايسا محمد جنول وعي فجاء ويؤيمي ليرقيه سوء غطفه بلهب وضابه
عليه مسكين كان جني في كدعه كتف. فقال النبي نبي حجر صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ننكي أؤمن إنه جنون منه وقدت فرّبه هذا الكان كسب حي ما جنون هذا الكان كهرلا مايا. فاستعاد وسوء علم طلبي ذنات يوسوء علم ويري هذه الكلمات كلمة روينك الله معان ببنا يوسوء علم ولو يوسوء علم هذا يوسوء علم ولو يوسوء علم يوسوء علم ثلاث مرات صدح مربو أصلين لو يوسوء علم. ثم قال النبي ويري سمعت والمقلي قول الكهنة كاهنين هذا الكوذا وصئيه والسحرة صاحرين والشعراء أبوانين فما سمعت من مقل مثل كلماتك هؤلاء كلمة بوين كاغان أو كلا أكوان أه ولغي من مقل بوين ما شوكو إسلامي معطفا أنا جنون إهئي ما حد جنون إلا لا ما له رسولك صلى الله عليه وسلم وحانكو إن جنون باته أنكو قطفا سوى يري إن الحمد لله ما هذا الله إسكاله نحمده ونهدنينا ونستعينه ونكالنا ويدسنينا ومن يهده الله قفك إلهي هنوني فلا مضل الله وحب من كرم جير ومن يضلله قفك الله لمينا فلا هادي الله وحب من كرم جير وأشهد حنقر يا أن لا إله إلا الله أن لم يجي الله كله حق من الذي أبدا إن سنجرين وحده كله حال إيهي لا شريك له شرك أوصل لهين وأشهد حنك لا قريا أن محمد محمدنا عبده ورسوله إنه يهي. أما بعد مركي لقاري فاستعاد إن يقصر أن يؤتصدي ذنات هذه الكلمات ثلاث مرات. ثم قال وغيري سمعت قول الكهنة كهنين قول كذوان مغلي والسحر نوان مغلي والشعراء فنانين أبوان نوان مغلي فما سمعت من مغل مثل كلماتك كلمين كان هؤلاء أو كوان أو كلاء لقد بلغنا وحي قارين قاموس البحر كتوا قاركود حاف قرآن ناموس البحر معناها وبد إحذيذة هات يدك كينك عن طابة أبايعك أن كل مبايع على الإسلام إسلامي أن كل مبايع فبايعه ولا مبايع إسلام لما دو بصوت قليبا نكي تما إدتك ربي إنو كتو في نبيه الجنول وهي اللي يري إي ربي إنو كذتو فو أساقينا نشو كسو إسلامي الإسلام في المدينة نقلي دونا هذه ربي إتنو بالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.